بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماء ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات.
في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاء كذلك زين
متاع الحياة
السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت سيئات جزاء سيئات
آبَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء قل الله يهدي للحق
أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل بعض الذين
ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى
الذين آمنوا وكانوا
قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ
وجعلوا بيوتهم
أن تؤمن
فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ
وهو